السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كما راكم تشوفوا ما راحش نطيبه، راح نشارك معاكم مشترياتي لدار جديدة. أنا من نوعية يعني اللي نحب نشري الماعن، وجاب لي ربي كامل يعني احنا ننسى نشتركوا في هذا النقطة. وراكم تعرفوا يعني اللي كانوا كيما بحالتي اللي يكون كرعي يعني وشحال منها ما يسكنش، يعني ننسى كامل تلقاها تشري حاجة وتخبيها، تقول لك هذه لو كان يرزقني ربي بدار، هذه لو كان يرزقني ربي بدار، تخبي 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 حتى يعني لما تبدا تفتح فيهم يعني كاين حوايج تنسى كامل بلي شراتهم مقبل. انا يعني لما رحلت يعني لقيت الله يبارك الماعن، ما نكذبش عليكم قلت لكم انا يعني نشري الماعن بزاف، لكن كانوا خاصين يعني واحد الاشياء هكذايا عاود شريتهم يعني ورقعت روحي يعني بشويه بشويه. اما هذه المجموعه ولا هذه الاشياء اللي راح نصورهم لكم اليوم، يعني كاين حوايج كومونديتهم يعني وصلوني البارح، كاين اللي وصلوا لي البارح، وكذلك كاين حوايج يعني كنت مخبيتهم، يعني هذه الاشياء ماشي كامل شريتهم ضربه واحده، يعني تقريبا شريتهم على 3 مرات. وراح نحاول باش يكون يعني الفيديو مفيد، يعني ماشي فرجه للاواني فقط، نجاوب على بعض التعليقات اللي كانوا يجوني يعني في الاسئله. وحده تقولي من شريت يعني القدره تاعك، وحده تنجر اللي طيبتي فيها، راح نحاول نجاوب على اغلبيه التعليقات. راح نصلوا كامل على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، نقولوا بسم الله وعلى بركه الله، وندخلوا مباشره في الفيديو ديالنا. كيما هاد المجموعه تاع لي بلون دو طرافاي ولا سطح العمل كيما حنا نقولوا، هادو في 3 يعني وصلوني البارح فقط. كاين واحد الماعن ثاني يعني شريتهم لي وحده وحطتهم لي عند اختي، وكذلك يعني اختي بعثتهم لي غير البارح كي شفت بلي يعني نطمو كامل هذوك الحوايج دي كنت نحوس عليهم، قلت هيا ندير الفيديو تاع مشترياتي. بالنسبه لهاد الاسطح تاع العمل اللي راكم تشوفوا فيهم، هام بليك شوفوا شحال شابين، هما يجوا 3 مع بعض، يعني انا كومونديت كامل للمجموعه، وتحبوا تكوموندو يعني وحده زوج 3 مع بعض كيما كومونديت انا كيما حبيتو. يعني الصراحه يعني لما شفتهم في الصوره ولما شفتهم قدامي يعني حاجه واحده اخرى كامل، خدمه متقنه 100%. شوفوا لما تمسوه يعني تحسيه الرطب، يعني واحد الخدمه فيني ما شاء الله. هنا نوريكم في لاباج اللي خدمت لي، وهنا كتبوا لي الاسم تاع القناه اللي هو صباح كيتشن، ويكتبوا لكم اي حاجه تحبوها يعني خصوصا لاصحاب القنوات. هذا هو الانستغرام تاعهم اللي راكم تشوفوا فيه على الشاشه، وراح نحاول نخلي لكم الرابط ديالهم ولا رابط ديال الصفحه تاعهم على الانستغرام في صندوق الوصف. يعني شوفوا ما تقدروش تتصوروا شحال شابين، والحطب تاعهم من النوعيه الجيده، يعني هادو ما 3 لما رفدتهم مع بعضهم يعني تحسي روحك راكي رافده حاجه ثقيله، يعني يرفدوا مع بعض كامل تقريبا يعني واحد 5 كيلو ولا اكثر، يعني فريمون عياوني ولا جاوني ثقال لما كنت رافدتهم، اضافه يعني الى الاتقان في العمل، يعني فريمون عجبوني بالبزاف، عجبوني بالبزاف، وما كنتش يعني متخيلتهم راح يجوا هكا شابين. بالنسبه للمكان اللي اخترته لهم، يعني اخترت نحطهم قدام البلاك شوفونت، شوفوا شحال جاو شابين كامل في 3، يعني جاو روعه روعه. حتى لاباج تاع الانستغرام تاعهم يعني ما فيهاش بزاف، اذا يعني رحتوا قلبتوا وشفتوا ولا يعني حاولوا تابونيو عندهم، لانه اشياء كيما هكذا عيبات كيما هكذا يخدموا حوايج متقنه ضروري يعني مبينوهم، باش مبينوهم بهذاك الاشتراك، مبينوهم بهذاك الاعجاب، بهذاك الجادور هكذا، يعني باش يزيدوا يستفادوا ناس واحد اخرين. بالنسبه لهاد الحاجه يعني هذه اول مره نشوفهم، وراني نفتح فيهم معاكم كيف كيف، وهذه اول مره يعني نشوفهم كيما راكم تشوفوا فيهم انتوما. هاد المجموعه النحاسيه كانت شراتها لي صاحبتي، وهي الصراحه يعني صاحبه اختي الكبيره، لكن يعني انا كذلك نعتبرها بمثابه اختي الكبيره، وما كانش فرق يعني ما بينها وما بين اختي الكبيره. نبعث لها تحيه لانه عندي بزاف ما شفتهاش، نقولها صحه ويكثر خيرك، واش كان في بالي واش جبتي لي، يعطيك الصحه ان شاء الله ربي يبارك لك ويزيد. يعني هي تسافر بزاف للترك، وسالت على هاد الاواني النحاسيه، قلت لها اذا كاينين وكلش، قالت لي كاينين، عطيت لها شرات لي هاد المجموعه. بالنسبه لهاد الاواني راكو تشوفوا فيهم يعني هادو السنيوات هادوما يديروا فيهم الاتراك هذاك الفطور تاع الصباح، يطيبوا فيهم يعني حاجه خفيفه، راكو تعرفوا بلي النحاس يعني ناقل جيد للحراره، ولما تطيبوا فيه يعني الماكله تجيكم بزاف بنينه، والطيب يعني كامل كيف كيف. حتى هاد الاواني النحاس يعني في التركه يعني قالت لي بلي كاين انواع هاد الموديل نفسهم، كاينين يعني اللي خفاف ويجوا شويه رخاص على هادوما، اما هاد المجموعه اللي شريتها انايا يعني شريت لي هادو كنت قال الشابين، كذلك يعني لما ترفدوهم تحسوا بلي عندهم وزن،
هاملك يعني شريت لي هادو كامل داخل بعضهم، يعني واحدة تحت واحدة، ما حبيت الصراحة نقص ولا واحدة، قلت لها شريهم لي كامل كيف كيف. شوفوا اليدين تاعهم شحال شابين، يعني نحاس اصلي مخدومين من نحاس الاحمر، واليدين مخدومين من نحاس الاصفر. يعني خصتني واحد الكسرونه هكذا تجي شويه صغيره وتجي اليد تاعها طويله، راح نحاول يعني نقولها تجيبها لي في المره الجايه ان شاء الله. هذه القطعه الثالثه، وكاين واحدة اللي صغيره عليها كامل، هاي ليك. راح نحاول نشارك معكم بعض الوصفات، يعني هما يطيبوا فيهم حاجه خفيفه هكذا تاع فطور الصباح مثلا، يطيبوا فيهم البيض هكذا يكون مقلي، يطيبوا فيهم يعني حاجه خفيفه هكذا اللي ما تديش بزاف الوقت. اما انا يعني اذا حاولت نطيب لكم فيهم طيابات هكايا ولا ضروري يكون كاين الغطاء، معناتها راح نشوفوا لهم يعني اغطيه. يعني نقلب في الطناجر اللي عندي، انا عندي شويه طناجر صغار كيما هذه الكبيره فيهم كامل، هنحاول ندير لها غطاء هكذا يعني باش لما نطيب مع الغطاء مع البخار الطيابه يعني تجي بنينه. هنا وريتكم يعني صوره للمجموعة كامل، هامليك الله يبارك، يعني عجبوني بالبزاف، خصوصا يعني الثقل تاعهم يعني جايين تقال، ما راحش يحرقوا الماكله، يعني روعه روعه. يعطيك الصحه اختي سميره، وان شاء الله نرجع حالك في الفرح ان شاء الله. بالنسبه للمجموعه الاخرى، هاد الاواني اللي راح نوريهم لكم منها ورايح، يعني كامل شريتهم بالحامس. انا تقريبا الاواني تاعي الكتروميناجي يعني كامل نروح للحامس مباشره ونجي، لانني صراحه يعني نلقى فيها كل حاجه وفي مكان واحد، ما نضطرش يعني نقلب ولا نبدل ولا نعاود يعني نبدل المكان، يعني في الحامس نقضي صلاحي كامل. انا راني نوري لكم في لامارك. وبالنسبه لهاد الطناجر وهاد المقالي اللي راح نوريهم لكم دركا، يعني انا كي شريتهم كنت مزال ما شريتش يعني هذيك القليه تاع القهوه وهذوك المقالي اللي راهم داخل بعضاهم. يعني انا لما شريتهم في الصور وريتهم لصاحباتي هذيك، قلت لها شوفي يعني لا فورم تاعهم كيفاش جايه، باسكو كاين اللي جايين حاس سامبل وكاين شغل اللي يجي محفر كيما راكو تشوفوا. انا قلت هكذا باش تولي عندي مجموعه يعني متناسقه مع هادو مع هادو، تحسيهم بلي شريتهم يعني كامل من مكان واحد ولا كامل نفس الماركه، هما لا لا يعني كل حاجه مشريه من جهه. قلت لها جيبيهم لي كذلك يعني يكونوا محفرين كيما هاد المقالي هكذا، يعني راح يجوني كامل اسختي هامليك. وحتى هاد المقالي دوك الطناجر اللي راح نوريهم لكم ما تقدروش تتصوروا شحال تقال، يعني تقال روعه روعه. وتوجخ توجخ تفكروا بلي النحاس يعني احسن ناقل للحراره، وكذلك يوزع الحراره بشكل متساوي، معناتها راح تضمن بلي الماكله تاعك تجي بزاف بنينه. شوفوا هاد الكسرونه، يعني اليد تاعها ثقيله، اليد تاعها بزاف بعيده عن الطنجره، معناتها كي تحطيها فوق النار ترفديها فقط من الطرف وما راحش تتحرقي كامل. كذلك يعني فيها وشحال من لتره، هاد الكسرونه اللي راكم تشوفوا فيها ترفد 2 لترات. هاي اللي كان حبيت نوري لكم بلي جايين نفس الشيما ولا نفس هذاك التحفار اللي يجي من برا، لانه كاين يعني نحاس الاحمر اللي يجي سامبل كامل هامليك. كذلك عندها الغطاء، وبالنسبه لهذا الغطاء راكم تشوفوا هذيك المقلات الصغيره، نفس هذا الغطاء تاع هذه الطنجره يجي مع هذيك المقلات الصغيره. انا شريتهم من الحاميز، وهذه الماركه ولا يعني هذا المحل راه غني يعني التعريف، تصيبوه يعني تسالوا عليه برك اي واحد في الحاميز يوريكم، محل كبير ومعروف جدا. الكارت فيزيت تاعهم يعني قلبت عليها ما لقيتهاش، لكن راح نحاول نخلي لكم كذلك رابط الصفحه تاعهم في صندوق الوصف. واللي يعرفوا الحميز مليح راهم قراب من كوندور، ماهوش بعاد عليهم بزاف. شوفوا كذلك هاد الطنجره، يعني تقريبا الله يعلم ترفد حوالي 8 لتر. بالنسبه لهاد الطنجره يعني كبيره، راح نستخدمها فقط يعني للطيابات اللي يكونوا يعني بزاف كبار واللي يكونوا عندي ضياف ولا هاي ليك. كذلك الغطاء ديالها ولا الغطيوه ديالها تجي على هاد المقله الكبيره، وهذيك الطنجره صغيره الغطاء تاعها يجي على هذيك المقلات الصغيره. انا نحب يعني مقلات كسرونه اي حاجه يكون عندها غطاء، لانه يعني ما نحبش نمرق بزاف، ونحب توجو نقص النار وندير هذاك الغطاء، وهذاك الماء والبخار يعني يجيني فقط من هذوك الخضار ولا اي حاجه تاع الحام، ولا نكون يعني مطيبتها داخل هذيك الحاجه. وهاد الاشياء اللي وريتهم لكم دركا يعني كامل شريتهم من نفس البلاصه. لهداك المحل يعجبني بزاف، يعني لما ندخل ليه نلقى بزاف حوايج شابين، ويعني الحوايج اللي نكون نهوس عليهم. هادي مصفات هاي ليك، يعني تصفيو فيها مثلا سوب دو بواسون ولا اي يعني حاجه تاع لاسوب تكونوا دايرينها، مثلا كذلك شربه فيرميسال كي ديروها فقط بالبصل والطوماطيش وتحبوا تصفوا لها يعني هذاك البصل والطوماطيش،
هاد الاداه كذلك يعني بزاف شابه، الومنيوم 100%، كذلك لما ترفدوها ما تتخيلوش شحال ثقيله. يعني هذه ماشي تخافي عليها تغسليها وتمسحيها، هذه غسليها وخليها تنشف وحدها، حاجه ما تصرى لها لانها الومنيوم 100%. يعني نهرسوا فيها اي حاجه، مثلا لابيغي البطاطا، مثلا زروديه مع البطاطا، مثلا هذيك البطاطا الحلوه، يعني اي حاجه تحبي تهرسيها ديريها لتما. كذلك شريت هاد لاسيغي نتاع الكسارن، يعني نفس هاد الماركة، عندي المقلاة تاعها، عندي طنجرة يعني قصيرة نطيب فيها غير الدولمات، عندي كذلك قدرة وكسكاس، وكملت هاد المجموعة لأن الكسارن الصراحة يعني عندي غير الماركات القدام وكامل قدام ولي. شوفوا هاد الماركة تركية، ونفس الأسئلة وبزاف تعليقات، يعني لما نطيب في هذيك الطنجرة ولا نطيب في هذيك القدرة والكسكاس يقولوا لي من شريتيهم من شريتيهم، شريتهم الحاميز ما عند هذا المحل نفسه. قلت لكم خليكم كامل المعلومات في صندوق الوصف. وهما كيفاش تعرفوهم؟ يعني تلقاو اليدين تاعهم تاع حديد. هاد المجموعة تقريبا كامل صناعة تركية. شوفوا هاد المقلات ولا يعني هاد الطنيجرة اللي بزاف كبيرة وتاني ثقيلة، يعني لما ترفديها تحسي عندها وزن. توجور لما تشرو الأواني ما تشروش الأواني الخفاف، وحاولوا يعني تشرو مش هذوك الأواني اللي جو مطليين، هذوك يعني صح ملاح لكن لازم تحاضروا معهم. أما هاد الأواني يعني طيبي كيما حبيتي، حركي بمغرفة تاع الحديد، سباتشيل، مغرفة تاع الحطب، كيما حبيتي. الغسيل يعني غسلي وخلي، يعني من برقتيها برقتيها، ما تخافيش عليها يعني تصدد لك ولا كش ما يصرى لها ولا. كذلك هاد الطنجرة يعني بالنسبة لي أنايا قلت لكم أي حاجة نحب يكون عندها الغطاء. دوك أنا واش ندير؟ انا كان وليدي قدامي قلت له جيب لي المتره. بالنسبه للمتره كنت تشوفوا هذه المتره، وكانت عندي ثاني متره كيما تاع لي ماسو هذوك، يعني انا هذه المتره ما تخطيليش الصاك ديالي، توجور نمشيها معايا في داخل الصاك. نحب اي حاجه نشريها ولا اي حاجه نخدمها ولا يعني يكونوا عندي قياسات، نكون دقيقه في الاشياء يعني اللي نخدمهم. يعني النظام وهاد الاشياء يعني من اهم الحاجات باش الانسان يعني يقدر يكون ناجح في حياته. انا بدون نظام يعني ما نقدرش نعيش، وهذا يعني باش فاتونا الدول المتقدمة. يعني ضروري الإنسان يكون عنده تخطيط مسبق، يكون منظم، كذلك الوقت اللي هو عامل أساسي. احنا ما نهتموش كامل بالوقت، وراكو تشوفوا يعني البركة يعني طارت كامل من الوقت. النهار تنوضي الصباح تلقاي روحك في العشية، راكي في بداية الأسبوع تلقاي روحك في نهاية الأسبوع. يعني احترام الوقت كذلك من الحوايج المهمين بزاف اللي يقدروا يخلوا الإنسان ناجح في حياته. وأهم أهم حاجة وهي التربية، كذلك التربية يعني من الحوايج المهمين باش الإنسان يقدر يكون ناجح في حياته. وأنا هاد الأشياء كامل يعني نحاول نزرعهم في ولادي ونحاول نوري لهم، لكن يعني للأسف يعني الدراري تاع دركا يعني عندهم واحد العقلية صعب بزاف باش تقنعيهم، ويحبوا يعني غير الحاجة اللي في راسهم. ومثلا يعني تربي وليدك كيما حنا نقولوا شحال من عام، يجي واحد ولا صاحبه يداصروا شهر واحد فقط يغير له كامل واش كاين في راسه. وش نقولوا؟ يعني ان شاء الله ربي يهديهم ويهدينا ويبعد عليهم وليدات الحرام، وان شاء الله يخرج وليداتنا كامل صالحين وكيما راكو حابين وكيما انا ثاني راني حابه ولادي يخرجوا لي. راح نرجعوا للسوجي تاعنا، يعني هذا السوجي شائك كيما يقولوا ويطول الحديث فيه. ربما يعني راح نديروا عروض مباشره ولا ونقصروا مع بعضنا، ولا تطرحوا لي اسئله راكو حابين تعرفوهم عليا، ولا يعني راح نجاوبكم بكل صراحه وبكل صدق كيما عودتكم يعني في كامل هاد القناه من بديتها لحد الساعه. هاد الاشياء ثاني شريتهم من الحاميز صراحه، يعني هذا كل المحل او عندهم لاباج في حوايج بزاف شابين. راح نخلي لكم يعني على الشاشه الانستغرام تاعهم، ربما تحبوا تزوروهم ولا يعني تدخلوا تشوفوا واش عندهم حوايج. وشوفوا هنا يعني خواتاتي ولا خوتي، يعني ما تفهمونيش ولا تقولوا يعني راه دير في اعلانات ولا، يعني انا كي نحب ندير اعلان ولا اكيد راح ندير الحاجه مفيده اللي كيما انا فادتني راح تفيدكم انتم كذلك. هاد لي باج اللي نوري لكم فيهم على بالي بلي لو كان نوري لكم مشترياتي بدا كل وحده تقول لي من شريتيها من كذا من كذا من كذا، وكاين كذلك يعني اسئله جاوني من قبل. انا حبيت نوري لكم من شريت، هبدا اي حاجه ولا اي وحده يعني تعجبها حاجه ملي يعني نوري فيهم وتحب تشريهم يعني راح تلقى لاباج وتلقاها بكل سهوله. هاي ليك حتى يعني هاد لي بلون دو ترافاي، يعني هادو ربما اصحاب القنوات ولا يعني يحبوا يشروهم ولا يديروا يعني اللوغو تاع القناه تاعهم ولا اسم القناه تاعهم. وبالمناسبه وعلى ذكر القنوات، راكو شايفين يعني لما قفلت مليون ابوني يعني ما جاتش لوكازيو باش نهدرها، ولا غير جات لوكازيو دركا نهدرها. كاين زوج قنوات يعني لما وصلت الى مليون ابوني يعني بعثوا لي تهنئه
يعطيهم الصحة ويكتر خيرهم. وفرحت فرحت الصراحة بزاف، يعني كنت حابة يعني تكون كاينة صراحة، تكون واحد الشفافية ما بين القنوات، خصوصا يعني القنوات الدينية، يعني سواء قنوات يعني تاع رجال ولا نساء. كاين القناة تاع مطبخ هيلدا، يعني لقيتها بعثت لي تهنئة لما قفلت مليون أبوني. أنا نقولها من هذا المنبر يعطيك الصحة ويكتر خيرك، كيما كنتي صريحة يعني وبعثتي لي هذيك التهنئة يعني بكل روح طيبة. إن شاء الله القناة تاعك يعني مشي توصل للمليون، توصل لعشرة مليون أبوني. كذلك الشيف وليد لقيته كذلك بعث لي تهنئة يعطيه الصحة ويكتر خيره، هو ثاني قفل مليون أبوني. نزيد نهنئه يعني هنأته في ميساج ولا تعليق، ونزيد نهنئه من هذا المنبر ونقولهم يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة ويكتر خيركم. والعقوبة يعني الكامل القنوات يعني عامة والقنوات الجزائرية متاع اليوتيوب خاصة. إن شاء الله اللي في قلبه حاجة ربي إن شاء الله يوصلوا إليها. بالنسبة لهذاك المهرس تاع الرخام، يعني هذاك المهرس في الشكل كاري لما يكون هكاك تقيل بزاف ويكون شوية يعني كبير الحجم يعيطولو الهاون. وحدة سألتني يعني قالت لي منين شريتي هذاك المهرس تاع الرخام، هذاك الكاري شريته بدون يد، يعني كان عندي هذا المهرس ولقيت بلي نفس اللون يشبه له، قلت نشريه هكذا يعني نقص لي في الثمن لأنه اليد تاعو يعني ما كانش كامل، وتلقاهم يعني متوفرين فقط محلات الأواني، يعني تحوسوا أي حاجة يعني تلقاوها خصوصا الحميز، يعني كما احنا نقولوا تلقاي من الإبرة إلى الصاروخ، كل حاجة كاينة الله يبارك. المهم هنا وصلنا لنهاية الفيديو، والله ما حسيت يعني بالوقت، إن شاء الله فقط نتوما تاني تكونوا ما حسيتوش بالوقت وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كذلك كاين أسئلة تعليقات جاوني على الكوزينة، يعني لما نصوركم الفيديو تاع الكوزينة وكيفاش خملتها كامل نزيدوا نجاوبوا على بعض الأسئلة والتعليقات. وصلنا لنهاية الفيديو، وفي الأخير ما عليا إلا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.